اليوم نقود واحدة من السيارات الكهربائية الجديدة. لندن واحدة من أكثر العواصم ازدحاماً في العالم، ولا يجد الزائر صعوبة في اكتشاف هذه الحقيقة. عمدة لندن يحاول جاهداً تقليل الانبعاثات الكربونية وجعل العاصمة أقل تلوثاً، مشجعاً السكان على استخدام الدراجات الهوائية وقيادة السيارات الكهربائية، والتي هي محور اهتمامنا اليوم. ولكن قبل الحديث عن السيارة، يجب أن نفهم أكثر الحاجة التي أدت إلى تطويرها. نيك فيرلهوم، مسؤول تنظيم المرور بهيئة مواصلة لندن، يجيب على تساؤلاتنا. لماذا تحتاج لندن إلى سيارات كهربائية؟ وفقا لرؤية عمدة لندن، فإننا نقوم بكل ما هو ممكن لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة من المركبات، والسيارة الكهربائية واحدة من أهم الخطوات التي ستمكننا من فعل هذا. نحتاج إلى تقليل نسبة انبعاث الغازات، حيث أن لندن واحدة من أفقر المدن للهواء النظيف في أوروبا. إلى أي مدى أنتم متفائلون حيال هذه الخطة؟ هناك شعور متنام أن السيارات الكهربائية هي الوسيلة الأفضل. معظم صانع السيارات بدأوا بإنتاج هذه السيارات بالفعل، وستكون موجودة في السوق خلال عام تقريبا، بالإضافة إلى منحة الحكومة لدعم أصحاب السيارات الكهربائية بمبلغ 5000 جنيه استرليني. أضف إلى ذلك ما ستقوم به هيئة مواصلات لندن بتوفير 1300 نقطة شحن كهربائي في شوارع العاصمة بحلول عام 2013، وبذلك ستجد أن ثورة السيارات الكهربائية تتحقق بالفعل، وأنها خطوة أساسية في سبيل خلق بيئة هوائية أنقى في العاصمة لندن. ما الذي يدفع شخصا يملك سيارة هجينة إلى شراء سيارة كهربائية بالكامل؟ السيارة الهجينة هي سيارة تبث انبعاثات بنسبة أقل من السيارات التي تعمل بالديزل، ولكنها ليست نظيفة 100%. وإذا أراد الشخص أن يقلل نسبة الانبعاثات والإضرار بالبيئة، فإن السيارة الكهربائية التي ليس لها انبعاثات إطلاقا هي الخيار الأنسب. والآن وبعد طول انتظار جاء دور سيارتنا الكهربائية، والتي تبدو أنيقة كما ترون. يقودها مارك رافن، مدير الاتصالات بشركة سيتروين. هذه سيارة سيتروين سيزيرو، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل من سيتروين. وعندما أقول كهربائية أعني أنها تعمل 100% على الطاقة الكهربائية. إذن فهي طاقة كهربائية 100%. بالفعل هي كذلك، فقط قم بشحنها وانطلق. تقول إن القوة التي تحرك السيارة كهربائية بالكامل. بالفعل ليس لهذه السيارة محرك كما هي الحال في السيارات العادية، ولكن هناك بطارية تقع تحت هيكل السيارة ويتم شحنها بواسطة المقبس الكهربائي العادي، وهذا كل ما في الأمر. وماذا يحدث عندما تحتاج لشحن البطارية من جديد؟ الأمر بغاية البساطة، سأريك الآن. تقوم بفتح شاحن السيارة وتحضر جهاز الشحن هذا، وتوصل طرفه في السيارة، وتوصل المقبس هذا في أي مقبس كهربائي في البيت أو في الشارع. وما هو الوقت المطلوب لإعادة شحن البطارية بالكامل؟ إذا كانت البطارية فارغة تماما، فإن عملية الشحن قد تستغرق 7 ساعات. وكم كيلو مترا تسير السيارة بعد شحن البطارية؟ هذا الأمر يعتمد على طريقة قيادتك، ولكن في المتوسط 100 كيلومتر تقريبا. والآن دعونا نجرب قيادة هذه السيارة الكهربائية. السيارة جميلة، قيادتها ممتعة، وهي خفيفة أيضا لأنه لا يوجد محرك، كما أنه لا يوجد هذا الانتقال من سرعة إلى سرعة، لأن هناك سرعة واحدة فقط والسيارة تتسارع لأنه لا يوجد ناقل حركة. سيارة خفيفة، قيادتها جميلة، وأعتقد أن المستقبل هنا.